أرحب بالأساتذة والمعماريين وضيوفنا الكرام في جلستنا هذه والتي تتناول الآثار والمباني التراثية ضمن سياق العمارة والذكاء الاصطناعي. اليوم ننطلق في رحلة عبر الزمن، عبر الزمن والابتكار، لنستكشف كيف أحدثت التقنيات المتطورة ثورة كبيرة في طرق الحفاظ على كنوزنا الثقافية وترميمها وإعادة استخدامها وإدارتها. سنستكشف أيضاً اليوم مع مجموعة من الأساتذة والمعماريين الأفاضل المختصين في هذا المجال الطرق التي يقوم فيها الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتطورة من عالم افتراضي أو مختلط في حماية تراثنا المعماري وتعزيز فهمنا وتقديرنا له. انضموا إلينا الآن حيث تتقاطع التقاليد والتكنولوجيا، حيث يلتقي الماضي بالمستقبل في عالم الهندسة المعمارية. سنستهل هذه الجلسة بإذن الله مع الأستاذ الدكتور نايف حداد. الأستاذ الدكتور نايف حداد حاصل على شهادة البكالوريوس ومن ثم الماجستير سنة 1995 في تخصص التراث والحفاظ المعماري من جامعة أرسطوتل. شغل منصب عميد كلية العمارة والتصميم من 2017 إلى 2021 وعميد البحث العلمي من 2019 إلى 2021 في الجامعة الأمريكية في مادبا، كما شغل منصب رئيس مؤقت لنفس الجامعة. كان المؤسس ورئيس قسم المحافظة على الآثار في كلية الملكة رانيا للسياحة والآثار في الجامعة الهاشمية من 2001 إلى 2005. يعتبر من المؤسسين لكولتيك فور هيريتج اند كونزرفيشن ان جوردن. إضافة إلى ذلك يشغل الأستاذ الدكتور نايف حداد وبتكليف من رئاسة الوزراء منصب عضو في اللجنة الوطنية لحماية التراث المعماري والحضري من عام 2019 إلى عامنا الحالي. شارك في العديد من مشاريع الحفاظ على التراث وإعادة تأهيله وإدارته بالمستوى الدولي والمحلي. عمل كمهندس معماري ومستشار تاريخي في عدة برامج بحثية ومشاريع لتوثيق وتفسير حماية وإعادة استخدام المباني التاريخية في الأردن وفي اليونان. لنا اليوم شرف حضوره ومشاركته في ورقة علمية بعنوان رؤية تحليلية حول التراث الثقافي في العصر الرقمي لتقنيات الاتصال ومعلومات الذكاء الاصطناعي. فليتفضل مشكورا. يعطيكم العافية. وطبعا يعني موضوع التراث دائما عندنا بالأردن بصراحة مظلوم، وبهاي الجلسة راح أحاول أورجيكم تجربة شخصية مع طلابي وموقف عالمي من اليونسكو عما يحدث بالنسبة للآي سي تي والآي آي، وخاصة الآي آي الارتفيشال انتليجنس اللي سمعنا إنه يعني عظيم جدا، لكن بالهارتج هل الأمور هي نفسها وما معنى الإثكس في عملية الحفاظ على التراث؟ فبالتالي راح أعمل مقدمة بسيطة صغيرة. كيف أشتغل هذا بس؟ نشوف. قابل هناك هيك الداعي واحد الثاني. أوكي هذا فوق. طيب خلينا نشوف شو بيحكي ب 22 اليونسكو كريكومنديشن اون ايثكس اوف ارتفيشال انتليجنس. مظبوط الاي سي تي والاي اي لها دور كبير متزايد في معالجه المعلومات وهيكلتها، لكن في قضايا الصحافه الاليه والاخبار الخوارزميه، تنظيم المحتوى على تواصل وسائل التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، في عندنا معلومات، وهي المعلومات قد تكون مضلله ومعلومات خاطئه وخطاب كراهيه، بعدين بالخصوصيه والتثقيف الاعلامي. اذا هذا الجانب اللي بدي انا، هل انا يعني راح اخذ هذا التوجه واحاول اني يعني ابالغ، ولا هذا هو الواقع اللي عم بيصير؟ في جانبين، في ايجابي راح اعرض الجانب الايجابي، لكن كمان لازم نكون حذرين بموضوع الإثكس اللي هو اساس الكلتشرال هيريتج. بدون إثكس
بعدين هذا الحكي من اليونسكو هو ما بيعالج بس يعني موضوع الكلتشر، حتى الكلتشر الهيريتج يا جماعة وضعه بعده زيرو بالنسبة لموضوع الارتيفيشال انتليجنس. لكن في مواضيع تانية، يعني هذا التقرير النهائي لليونسكو بيحكي على الصحة، بيحكي على كل إشي بالحرية، لكن أنا بدي أخذ بس التوجه بالنسبة للكلتشرال هيريتج. كمان بيحكي إنه في بقدم يعني الذكاء الاصطناعي خدمة ممتازة، لكنها تثير أيضا مخاوف أخلاقية أساسية. نفس الوقت تهديد التنوع الثقافي وبحاجة نسينا من هون هاي بتحب والله ما هي زبط بتحب أكلسك يا البعض ها أيوه واللي كمان نمشي لهون أوكي. هلأ الموضوع اللي بنحتاجه هو موضوع الشفافية اللي بركزوا عليه بشكل كبير، وطريقة عمل الخوارزميات، وبنفس الوقت هذا كيف سينعكس على العمليات، ما بدي اقتصادية ولا سياسية، الثقافية اللي بتهمنا والممارسات في العملية الهندسية. مبارح سمعنا تمجيد كبير للـ AI، لكن هل هذا هو واقع؟ شو عم بيصير بالعالم من خلال تقارير لليونسكو اللي بعدها في البداية مش عارف شو تعمل؟ طيب أول شيء راح نقول هاي الستيتمنت، مع نمو استخدام الذكاء الاصطناعي راح تتضخم قضية الشفافية، والذكاء الارتيفيشال انتليجنس راح يكون قابل للتفسير وبأهمية كبيرة. الذكاء الاصطناعي أول شيء هو ليس دائما إخلاقيا، ما في عنده دائما إشي شفاف جدا، ومحتمل يكون كمان في مفاهيم مصممة بنوايا حسنة وقد تكون غير متوقعة، هذا مش من عندي أنا. نفس الشيء بالنسبة لانتهاك الخصوصية، وبالتالي لازم نأكد على المسؤوليات الأخلاقية والقانونية لمحترفي التكنولوجيا. هاي مقدمة عامة، وبنشوف هلأ إذا بدنا نيجي نشوف التحدي الكبير هو ما هو التعريف للذكاء الاصطناعي الأخلاقي، الـ Ethical AI، هذا تعبير موجود بكل الويب سايت. هل احنا عارفينه بالضبط، نحدده كيف تحديده، كيف اثباته، والممارسة العملية، الاشكالية في الممارسة العملية. لكن لما بتفرج على الـ What is AI، مفاهيم الفور بيلرز الأساسية Transparency، Fairness، Accountability والبرايفسي، وطبعا في لها يعني تفاصيل كثيرة، لكن هاي شغلات لها علاقة بالإثكس. لكن المصيبة الكبيرة إنه من خلال فاكس بقول لك 68% من خبراء الأخلاق شو بيحكوا؟ إنه المبادئ الأخلاقية التي بترتكز على الصالح العام لن يتم استخدامها بشكل مناسب قبل من طبعا من الذكاء الاصطناعي قبل 2030. لكن هذا الحكي كمان مش مزبوط. ليش؟ لأنه في عنا مناقشات بتصير لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي مخاوف بالنسبة للمعرفة المحلية، يعني الكلتشر الهلج تبعنا، الهوية تبعتنا، التعددية الثقافية وأنظمة القيم، العدالة، وبالتالي في سلبيات وإيجابيات. أيوة طيب شو المخاوف الموجودة؟ أول شيء المطورون في الذكاء الاصطناعي بركزوا على السعي إلى الربح والسيطرة الاجتماعية، واضح هذا. اثنين، لا يوجد إجماع على الشكل اللي راح يكون عليه الذكاء الاصطناعي الأخلاقي في المستقبل، حتى خبراء بيشككوا إنه الذكاء الاصطناعي راح يعتمدوا بالمستقبل. وأهم نقطة إنه الأغلبية بتحكي إنه ب 2030 راح يستمر التركيز على إيش، تحسين الأرباح والسيطرة، وبالتالي راح يكون كمان عندنا 1 decade 10 سنين الأمور ماسكينها تجار. طيب بما أنه في عندنا مخاوف بشأن إهمال الثقافة المحلية، وبالتالي هذا راح ينعكس علينا بالتراث الثقافي، بالكلتشر الهوية، بالكلتشر الهيريتج، الهوية، التنوع،
وبالتالي شو رح يصير؟ تركيز المعروض من المحتوى الثقافي والبيانات داخل الأسواق والدخل في أيدي مين؟ عدد قليل، وهاي هي المصيبة الثانية. وبالتالي رح يكون تدخل في إيش؟ تنوع الثقافي وأشكال التعبير الثقافي، اللي هو بالواقع معناته إنه إحنا عم بنواجه مشكلة بالنسبة للكلتشر الهاريتج كبيرة ليست موجودة باللي تم عرضه بالأمس، إنه يا عمي والله رح نكون تطور. الكلتشر الهاريتج يعني إنه إحنا في علاقة مباشرة بهويتنا بشخصيتنا بتراثنا، وبالتالي إذا بتحكم في ناس، ورح أورجيكم حتى للأطفال في غسل دماغ رح يصير. فبالتالي إذن واليونسكو شو بيحكي؟ إنه لازم الدول اللي هي متوسطة الدخل والأقل نمواً لازم تبدأ تتفاعل مع هذا الموضوع، لأنه ليش؟ بتتطلب الاعتراف بالثقافات والقيم والمعارف المحلية وحمايتها وتعزيزها من أجل تطوير اقتصاديات رقمية مستدامة. هل هذا سيتم؟ لكن خلينا أشوف الجانب الآخر اللي أنا بشتغل فيه بفترة طويلة، وكنا بالجامعة الهاشمية من السباقين في إدخال تكنولوجيا 3D ليجر سكانر فوتوغرامتري، وهلا بالثيرمال فوتوغرافي والجي اي اس وكل هذا الحكي. هذا الحكي بالواقع مفيد، يعني الديجيتال تكنولوجي ICT والاي اي مفيد جدا لما بحكي عن عملية دوكومنتيشن، اشي باجي انا بصوره بوثقه، لانه كلمة توثيق تعني ثقة، لكن لما بعمل انتربريتيشن تفسير هون الإشكالية في مواضيع الاي اي زي ما راح اورجيكم. فبالتالي إذن في تغيير كامل، وهذا الحكي إيجابي بدنا نتعامل معه. ال HBM H يعني historic أو heritage BIM أو ال ABIM archaeological BIM متطور عندنا ونستخدمه إحنا، يعني موجود هو من خلال برامج لكن تبعون الهيريتج استفادوا منه كبير، وهو إشي مفيد جدا بالواقع وبنتعامل معه في حلول مشاكل في الهيريتج. فبالتالي إذن في عنا كمان انتجريشن مع إيش الاي ار والبيم وغير من ذلك، وفي عنا كمان مودلز الارتيفيشال انتليجنس كلاود الفيرتشوال رياليتي 3D ليزر سكانر جي اي اس والهولوغرافي اللي دخلت جديد، وفي عنا كمان بنفس الوقت ميثودولوجي من جمع المعلومات لبناء النموذج، وهي كلها إيجابيات. حتى المسح الضوئي من البيم للإدارة الرقمية والتمثيل ونظم البيئة الجغرافية، كل هذا الحكي أنا معاه جدا، خاصة لما أنا كنت أشتغل بموضوع الفوتوغرامتري 3D ليزر سكانر، هذا كله بس بعطيني الكتلة بس ما بقدر أجي أفكفكها زي ما بعمل البيم. البيم بأخذ قطعة قطعة وببدأ أشتغل فيها، فأعطاني حرية كبيرة في التعبير والتطوير بالنسبة للكلتشرال هيريتج. وهنا أمثلة بنشوفها هلأ صارت متداولة، لكن هل ربما يكون التسلسل أو التكامل السلس في طريقة الحفاظ على التراث والذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى تطورات تحويلية في إعادة بناء التراث الثقافي الافتراضي؟ يعني أنا بحكي عن الفيرتشوال ريكونستراكشن، والفيرتشوال ريكونستراكشن معناته أنا بعمل انتربريتيشن، أنا بعمل تفسير، والتفسير أو التأويل قد يكون صح أو يكون خطأ إذا كان مش مبني على قواعد علمية سليمة وبدها مختصين، ومش موضوع سهل جدا. هل هذا الإيجابيات بنتفرج عليها بالديجيتال تكنولوجي وأنا معها ومشتغل فيها قبل وبعد، وهذا إيش كثير، أو هون حالات، وفي حالات كثيرة من هاي الشغلات. لكن لما باجي بحكي إنه AI creates virtual cultural construction أو virtual reconstruction والآرت، إذن الأمور اختلفت جدا. لأنه ليش؟ بشكل عام عمليات إعادة البناء ثلاثية الأبعاد بتجذب الجمهور وسهلة، وبالتالي راح تجمع عدد كبير من الناس، وخاصة راح نحكي عن موضوع الفيديو جيمز. راح انتقل هلا لإشي براكتيكال، هذا مشروع لثلاث سنين شغلناه بالآي هيريتج بالأردن، واسمه كان ICT Mediterranean Platform for UNESCO Cultural Heritage، وكنت أنا مسؤول على الفيرتشوال ريكونستراكشن والأركيوسين، ما بس إحنا بدنا نركز على الفيرتشوال ريكونستراكشن، يعني
من صورة جاي هيك طلعنا كيف كان المعبد بألوانه، واستخدمنا عدة طرق، هاي كلها من الأمثلة من البتراء، وكان في فيرتشوال رياليتي، اوجمنتد رياليتي، ميكسد رياليتي، سيريوس جيمز اللي هي شيء مهم بالنسبة لي. عشان أعطيكم مثال، هذا هو اللي مشتغل فيه بالبداية بالديجيتال تكنولوجي، فوتوغرامتري 3 دي ليزر سكانر. لكن هنا بدي أبدأ، راح أورجيكم هلا هاي الأمثلة اللي تم شغلها بوقت مش سهل. بالأعلى بتشوفوا كيف كان المونيومنت اللي شفناه في البتراء، وتحت الريل ساينتفيك ريكونستراكشن، تخيلوا هيك كانت بألوان طبعا. وراح بنفس الوقت أورجيكم تجربة قمت فيها مع طلابي في أبليكيشن مختلفة، ري ريندر أو المايكروسوفت كوبايلوت وشات جي بي تي 4 و3.5 اللي فيرجن هذول. هاي الأمثلة راح أورجيك إياها. لاحظوا أول شيء بالاي اي كيف طلع معانا بشيء مختلف، لكن حتى الألوان شايفين الرسمة الموجودة. لا احنا انا ماشي ثانية. اوكي ماشي معانا. ايوه هون. هاي الألوان هي من دراسة من رسالة دكتورة مي الشاعر قامت فيها عشان بس تعرف الألوان. فبالتالي احنا استخدمنا كل هاي المعلومات، جهد كبير في ريسيرش حتى نوصل لهذا الشكل اللي بتشوفوه ببساطة. حتى اللون الأخضر هو حقيقي، ما راح أدخل بفيديوهات. نشوف واحد تاني، شوفوا شو عم موجود عندي بإيش أبليكيشن تاني. اختلاف كبير عم بيصير. في إشي جديد أنا تعلمته من مختص في الارتيفيشال انتليجنس، إله سنة طالع، سموه إيش؟ الهولسة، هولسينيشن، اللي هو إنه في هولسة للأبليكيشن بضرب. وهون الخوف، يعني هلوسة موجودة. هذا التعبير أنا مش يعني مش تبعي، هذا من مختصين في إيش؟ الارتيفيشال انتليجنس. شوفوا شو راح يودونا هذا، وعم بعالجوه هلا مشاكل، بيطلعوا لنا مشكلة وبدهم يحلوها. نفس الشيء هون بنشوف الأمثلة، راح أمشي فيها بسرعة عشان الوقت، لكن راح أورجيكم أنا البروسيس من خلال الفوتو رياليستيك 3 دي إيمجز اللي بقدر أقيس منها، وكيف وصلنا لجين بلوك اللي هو فيه تفاصيل. يعني أنا لما بروح بعمل بال 3 دي أو بالفوتوغرامتري عندي كل المقاسات هاي، تفاصيل صغيرة، صورة هاي كانت بالكورنيش ما بنقدر نوصلها، بالفوتوغرامتري عملنا لها عشان إيش نعمل ودرسناها. واخر شيء في كان بروسيس، في عندي اي عمليه ريكونستراكشن في 3 مين بيلرز، مصادر اوليه، مصادر ثانويه، والتوقع العلمي المبني على ايش؟ ساينتفك ابروتش. هاي النتيجه بدون الوان، هون بالالوان كيف صارت. وبنتفرج هلا على الاي اي شو طلع لنا، شوف وين راح، وين رايحين. نفس الشيء هنا هلا كمان دخلنا هذا، بس دخلنا الصور اللي هاي موجود الثلاثه عشان يكسر في الوان وخربت الدنيا. يعني بعد الامور في البدايه، لكن هذا لا يمنع انه راح يتطور وراح نستفيد منه. نفس الشيء هون في التجارب اللي بتشوفوها، راح امشي بهاي التجارب، هي عدد كبير، بس تشوفوا الفرق اللي عم بيصير. كل مره بغني على موال. نفس الشيء هون بنشوف الصور وبنشوف طلع لي فجاه الدير مع شويه جين بلوك. كمان بهذا المثال اللي هو المهم جدا، اهم مونيومنت في البتراء اللي هو قصر البنت. شوفوا احنا عملنا دراسه، صورنا وعملنا توثيق، وبعدين جينا شفنا من صور وطلعت معنا هاي النتيجه. هاي النتيجه النهائيه، طبعا كله 3 دي عندنا كامل. النتيجه كمان هلوسه صار عندي، عمل لي عليها قبه. نفس الشيء بجبل بعمان، جبل القلعة، حط يعني هو روماني حوله يوناني. في شغلة كمان نشوف الأمثلة بسرعة، هاي كيف طلع بأم الرصاص، ولا في معبد بعل بدون بيدمنت، أو فاسيليكا نوفا حط لي قبة وراها. لكن هون الأمور أسهل شوية، يعني ها بالكولوزيوم، بأمثلة ثانية في النيمفيوم في تركيا، كنوسوس بالاس كيف عمل، وهنا اجى خربط الدنيا حط لي بالنص شكفه هي مهمه، حطها بالنص اللي بالكورت، وهنا بدون ايش؟ بيدمنت.
طيب راح أوافق معاكم أنه الذكاء الاصطناعي بيلعب دور حيوي في دمج العالم الافتراضي والمادي بالتوثيق تفسير وبالعالم الملموس تانجبل والانتانجبل وعادة التأهيل والريكونستركشن وتحديد المخاطر كل هذا الحكي. لكن هناك فرق بين عادة البناء العلمي وعادة البناء باستخدام الذكاء الاصطناعي في الوقت الحاضر. وبقدر أخذ منه تمثيلات عامل للمبنى أو النصب التذكاري المقصود، لكن في فشل واضح بشغلات من اللي شفتوها وفي شغلات إيجابية، يعني الأمور بعدها مش واضحة بالنسبة لنا لأنا بالبداية. ماذا يجب أن نعمل؟ يجب أن تركز الدراسات المستقبلية على ما يجب وكيف يمكن للتراث الثقافي الافتراضي أن يقدم ويمثل في حالة جديدة للذكاء الاصطناعي داخل البيئة المادية للمكان وخارجها بطريقة أخلاقية وشفافة. طيب شو عم بيصير كمان بموضوع إيش الألعاب اللي هي شو مهم وخاصة للأطفال؟ المطلوب إعادة التفكير في الدقة النقدية التاريخية والعلمية ضمن نهج الشفافية والأخلاقية حسب الانترناشنال تشارترز، وفي عندنا تو تشارترز مهمين جدا، لندن تشارتر من 2009 وإشبيليا من 2011، جداد جدا هذولا، بس إذا حابين يعني تعرفوهم بيحكوا على الانتجريتي والنزاهة والشفافية وهم يعني متقدمين 10 سنين بس. الوقت دكتور خلصت تمام. لا لسه بالي على ما خلصت بعدني، سوري بس عشان هنا الالعاب راح اعطيكم مثال. الالعاب مهمه جدا. الاشكاليه في الالعاب بالنسبه للاي اي انه هاي الالعاب هي مؤهله لصنع تاريخ، ميك هيستوري، هي بتعمل هيستوري وراح اورجيكم كيف. اول شيء صارت شيء مهم جدا في وسيله جديده لوجهه التوعيه بالتراث، والكبار اكثر من الصغار من دراسات بيلعبوها على فكرة، مش بس الصغار لكن الصغار الخطوري. شوفوا اللي عم بيصير بهذا الاندستري الجلوبال اوف ذا جلوبال اندستري بالنسبة للألعاب من 2017-120 ل 321 في 2026 بليون، يعني عم بيصير يعني سوق مهم جدا. المشكلة تكمن في ان إعادة البناء يعني الانتربريتيشن الافتراضية للكلتشرال هيريتج تنشئ أحياناً تاريخاً مزيفاً، ولكنها ترسل أيضاً عن قصد أو غير قصد رسالة مزيفة قد تكون سياسية أو تمجيد حقبة، وهذا اللي بخوف. مثال هذا من أهم لعبة أساساً ديكريد، أنا عملت 14 محاضرة موجودين على الإنترنت بهاي المواضيع اللي حابب يشوفهم. ليش؟ لأنه من هاي المواضيع في عنا عن القدس وفي عنا عن حلب وصور وفيها مواقع مهمة. تخيلوا هلأ ناس يجي يقول بدي أعمل أنا لعبة على غزة، راح يقلبوا التاريخ، وهذا اللي بيخوف. في عندنا هلأ يعني على الويب سايت guarding children in the ethical AI، وبالتالي عشان أنهي يجب أن نسأل أنفسنا هل هذه التقنيات الجديدة التي تتحسن في أو تحسن في الواقعية المفرطة والانغماس وسهولة الاستخدام هي طريقة جيدة للتواصل مع الماضي أم لا؟ لكن في زيادة الواقعية والاي اي نزيد من قدرتها على استحضار السلطة وبالتالي المعلومات المضللة، وبالتالي هذا مصدر خطير جدا المعلومات المضللة بالنسبة للفيوتشر جينيريشن. وفي عنا تحديات كبيرة، الافتقار إلى الشفافية، الذكاء الاصطناعي ليس محايدا، المراقب المتسير، العدالة. وفي نقطة مهمة، هل تريد أن يحكم عليك الروبوت في محاكمة قانونية حتى لو لم نكن متأكدين من كيفية وصولها إلى استنتاجات؟ وهنا برجع بقول هل انتهى عصر بروتاغوراس في القرن الخامس قبل الميلاد لما حكى man is the major of all things؟ ما بعرف، في بس أنا متفائل. ليش متفائل؟ لأنه في دراسات أولية، لكن إذا كانت إيثكس فيها تحكي على الـ AI policy والإيثكس ببدايتها، وفي عنا دراسات باش راح أدخل فيها. لكن كمان ارجعوا لهذا اللي هو الريبورت اللي هو بيحكي على Recommendation on Ethics of Artificial Intelligence باليونسكو، اللي هدفه العيش في مجتمعات سلمية عادلة ومترابطة، لا ينبغي التنازل عن قرارات الحياة والموت
أو الأذى والخضوع ثقافياً وعقلياً لأي إيش إنسان. وبالتالي آخر سلايد بخلص، لازم نحط إرشادات أخلاقية لجميع الجهات الفعالة في الذكاء الاصطناعي، القطاعين العام والخاص، ومنها نقابة المهندسين. بعتبر أن نقابة المهندسين عليها دور الآن تعمل كود أو تعمل تولكت لهاي المواضيع، مش بس للهاريتج، بحتاجوا لكل شيء. ونقيم الأثر التأثير الأخلاقي لأنظمة الذكاء الاصطناعي، ونعمل إشي EAI يعني اللي هو مش environmental الإيثيكال، وبنفس الوقت عقد اجتماعات مع الكالتشرال كوميونيتي حتى ندرس مع بعض مفاهيم الذكاء الاصطناعي والشفافية. وكمان نقطة تعريف جديد لما يعنيه أن تكون مؤلفاً من أجل تحقيق العدالة للعمل الإبداعي. وآخر نقطة اللي هي قد يفشل، إن شاء الله ما يفشل، الذكاء الاصطناعي في التقاط بعض الفروق الدقيقة أو التفاصيل الدقيقة التي يمكن الإنسان أن يميزها. وبالتالي لهذه الأسباب للحكمة فحص الوسائط التي ينتجها الذكاء الاصطناعي بشكل نقدي، والبحث عن أدلة إضافية قبل التوصل إلى استنتاجات نهائية. والنتيجة لا تزال التكنولوجيا تتطور وليست خالية من العيوب، لذلك يظل الحكم البشري مهماً. يعطيك العافية.